بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هبدأ معاكم من أول درس معانا في الصف الرابع اللي هو درس مئات الألوف. ما ينفعش أبدأ في درس مئات الألوف غير ما راجع على أحد الألوف وعشرات الألوف تاني اللي هو منهج تالتة ابتدائي. قبل ما ادخل على مئات الالوف لازم اتاكد ان ابني بيعرف يقرا الاعداد المكونه من ثلاثه ارقام. ابني بيعرف يقرا الاعداد المكونه من ثلاثه ارقام. طيب اول ما دخلنا الحضانه بدانا كده نبني مع بعض بيت اسمه بيت الاعداد. بيت الاعداد، يبقى انا اول ما دخلت الحضانه يا اولاد بنينا بيت اسمه بيت ايه الاعداد. اول ما بدات اخد الارقام بتاعتي 1 2 3 4 10 11 12 وهكذا، فبدات اعرف الارقام بتاعتي الاعداد والارقام، فبنيت مع بعض بيت اسمه بيت ايه الاعداد. اول دور معايا دور الوحدات، فيه 3 اوض، الاحاد واخوه اللي هو العشرات ومامته اللي هي المئات. طيب حد يعرف يقرأ لي العدد ده؟ العدد ده بيتكون من خانتين اللي هما الأحاد والعشرات. أنا لما باجي أقرأ العدد ده بقول إيه؟ 27. بقول 27. طب ليه يا مس؟ اشمعنى حضرتك ما تبدأيش من إيه؟ من العشرات، مش هو الكبير؟ هو فعلا العشرات قيمته أكبر من الأحاد، دائما بيبقى قيمته أكبر من الأحاد لأن الاتنين هنا قيمتها 20 فهي أكبر من 7. بس يا ولاد خلينا متفقين إن الأحاد والعشرات ده هم عاملين بالظبط زي 2 إخوات، واحد كبير وواحد صغير. دلوقتي أنت لو ليك أخوك الصغير مثلا، أنت دلوقتي في سنة رابعة وعندك أخوك في حضانة، اخوك لما يعمل خطأ ايه اللي بيحصل لما انت تيجي تعاقبه مثلا؟ ماما تقول لك ايه؟ معلش لسه صغير لسه بيتعلم من اخطائه، ما ينفعش ان احنا كل شوية نزعق له او كل شوية نضربه، فمعلش مرة يتعاقب ومرة ناخده على قد عقله ومرة نصالحه ومرة نعلمه الغلط وهكذا. نفس الوضع مع الاحاد والعشرات، هما 2 اخوات نقر ونقير على طول على بعض بيتشكلوا، مامتهم تقول له معلش يا عشرات انا عارفة ان انت الكبير بس معلش هنقرا الاحاد قبلك. فدائما انا بقرا الاحاد قبل العشرات، لما اجي اقول كده اقول 27 54 76 تمام، باخده على قد عقله، الاحاد ده صغير فباخده على قد عقله وافرحه وايه واقراه الاول. طب دلوقتي افرض بقى ماما جت، ينفع حد يغلط في ماما سواء كبير ولا صغير؟ لا، ماما لازم نحترمها. يبقى المئات جت لا اقراها الاول بقى، تاني انا هنا كنت بتعامل مع 2 اخوات نار ونقير، فعش كنت بضحك على العشرة تقول انت كبير استحمل انت شوية وهنقرا الاحد ايه قبلك، معلش اخوك غلط معلش نعديها بس كده شوية عشان لسه صغير وهنقراه قبلك. دلوقتي جت ماما، لا بقى ما عادش ينفع نقول بقى صغير وكبير، ماما لازم نحترمها، يبقى نقراها الاول 576 هكذا الرقم ده، اقول 100 وارجع بقى 32. طيب ده اول دور معايا. بعد كده جت دور سكن عندي عيلة اسمها عيلة الألوف. عيلة الألوف برضو عندهم 3 اوض، كل دور ببنيه بيبقى متكون من 3 اوض، احاد وعشرات ومئات. كل دور ببنيه بيتكون من 3 اوض، احاد وعشرات ومئات، بس العيلة دي اسمها عيلة الألوف، فباجي ما اتكلم اقول احاد الألوف او عشرات الألوف او مئات الألوف تمام. يبقى تاني كل دور انا ببنيه بيتكون من كام اوضه؟ 3 اوض، 2 اخوات ومامتهم تمام، بس دي عيله اسمها عيله الالوف. خدت السنه اللي فاتت احاد الالوف وعشرات الالوف، السنه دي هبدا بخانه مئات الالوف. طب قبل ما ابدا في مئات الالوف تعالوا نراجع على الاعداد اللي متكونه من 5 ارقام اللي هي الحد عشرات الالوف. عشان اقرا العدد ده يا اولاد او عشان اقرا اي عدد في الدنيا عندي خطوتين 2 بس، عشان اقرا اي عدد مهما كان كبير وبدون مغلط عندي خطوتين 2. اول خطوه ان انا اقسم العدد بتاعي، اقسم العدد، وطبعا التقسيم بيبقى من ناحيه اليمين وهنعرف ليه الكلام ده دلوقتي. ليه بقسم من ناحيه
طيب تاني حاجة بقى ان انا اقرأ العدد، اقرأ العدد بس كل دور لوحده، وبقرأ من اليسار. اشمعنى يعني اليمين؟ يبقى اليسار ملوش حق؟ لا، كمان انا هقسم اليمين واقرأ من الشمال عشان مش حد يزعل. يبقى تاني عندي خطوتين عشان اقرأ اي عدد مهما كبر عدد خاناته، عندي خطوتين ثابتين. اول حاجة اقسم العدد من اليمين وهقرأ العدد من الشمال كل دور لوحده. يعني ايه مس كل دور لوحده؟ ما احنا اتفقنا ان احنا بنينا بيت اسمه بيت الاعداد. دايما خلي الشكل ده في دماغك مش هتغلط، الشكل ده دايما خليه في دماغك مش هتغلط. طيب انا دلوقتي عايزة اقسم العدد ده، عايزة اقرأ العدد ده. انت قلت لي مس اول خطوة اقسم العدد من اليمين على حسب ايه؟ على حسب الادوار بتاعتك. الدور الاولاني ساكن فيه كام اوضة؟ ثلاثة، يبقى هاخدهم مع بعض. الدور الثاني انا لسه ما كملش عندي بنيت اوضتين، يبقى هاخدهم مع بعض. يبقى تاني عشان اقرا اي عدد بقسم من ناحيه اليمين. طب اشمعنى اليمين يا مس؟ بالعقل كده يا اولاد، بالعقل كده. انا لو قسمت من ناحيه الشمال، تعالوا كده نشوف. لو قسمت من ناحيه الشمال هقول الدور فيه 3 اوض، هاخدهم مع بعض، هلاقي فضل عندي اوضتين، صح؟ ينفع ابني بيت على الهوا؟ ينفع ابني بيت من كذا دور ما يكون الدور الاولاني خلص؟ انت عشان تبني الدور الرابع ينفع يبقى الاولاني لسه مخلصش وابني لحد الدور الرابع؟ البيت بتاعها هيقع. تاني انا عشان ابني بيت بخلص دور دور. يعني مثلا واحد عايز يبني بيت من 3 ادوار، بيخلص بيصب الدور الاولاني، بعدين يخلص التاني ويصبه، وبعدين يخلص التالت. فوق بقى عادي مش مشكله، السطح بتاعي ممكن اعمل اوضتين بس. في ناس ساعات بتعمل اوضه كده للايه، للفراخ والحاجات دي، اوضه على السطوح، او بتعمل اوضه مثلا للقعاد على السطح، او بتعمل اوضه تزرع فيها، ايا كان. يبقى انا مش مشكله عندي لو الدور الاخير مكملش، انما المشكله عندي لو الدور الاولاني هو اللي مكملش. احنا اتفقنا كل دور لازم يبقى من 3 اوض، ما ينفعش ابني الدور الثاني واخلصه من غير ما يكون الاولاني خلص. عشان كده ما ينفعش اقسم من ناحيه الشمال، لان لازم ابني الدور الاولاني الاول، وبعدين الدور الثاني، وبعدين اكمل على الثالث. انما انا ممكن ابني دورين واقف، غير يبني 4 ادوار ويقف. ممكن ابني دورين واوضه بس فوق على السطح، بعدين ابقى اكملها كده، البيت مش هيتاثر، مفيش مشكله. انما ابني الدور الرابع من كل الاولاني خالص، لا، البيت كله، كل اللي انا بنيته هيتهد خلاص. يبقى عشان كده لازم اقسم من ناحيه اليمين عشان ابني دور دور. انت قلت لي الدور الاولاني يمس من 3 اوض، خدناهم مع بعض. الدور الثاني بنينا فيه اوضتين بس، اللي هم احاد الالوف وعشرات الالوف. طب انا قسمت من اليمين اقرا من الشمال، اقسم من اليمين واقرا من الشمال تاني، اقسم من اليمين واقرا من الشمال. قسمت العدد، البيت دور الاولاني 3 اوض خدتهم، الدور الثاني بنيت اوضتين بس مفيش مشكله. ابدا بقى اقرا من الشمال كل دور لوحده، كل دور بعتبره لوحده، ماليش دعوه بده. انا عايز اقرا الدور ده دلوقتي، ده اسمه ايه لوحده؟ اسمه 23. عيله مين؟ الالوف. يقول 23000. تاني بقسم من اليمين واقرا من الشمال كل دور كانه لوحده. هنا الدور الثاني اهو 23، عيله مين؟ عيله الالوف. طيب و 254 خلاص. طيب عايزه اقرا العدد ده. خلي بالك دايما البيت يبقى قدام عيني، دور الاولاني احاد وعشرات ومئات، والدور الثاني برضو احاد وعشرات ومئات بس عيلة الالوف. الدور الثالث هبنيه اللي هو عيلة المليون، برضو احاد وعشرات ومئات. الدور الرابع عيلة المليار، برضو احاد وعشرات ومئات. خلاص عايز اقرأ الرقم ده. انت قلتي لي خطوتين يا مس عشان تقراي اي عدد. اول خطوه اقسم، وبقسم من ناحيه اليمين، ببني بيتي دور دور من ناحيه اليمين. انت قلتي يا مس كل دور 3 اوض، يبقى الدور الاولين ادي 3، والدور الثاني ادي 3. قسمت من اليمين اقرا بقى من الشمال، قسمت من اليمين اقرا من الشمال كل دور كانه لوحده،
كل دور اقراه باسم عيلته لوحده. هخبي الدور الاولاني ده اسمه ايه؟ 423. عيله مين؟ 1000، يبقى 423 1000. و654 عيله الوحدات، ما بقولش وحدات بقى، اقول 654. طيب يا اولاد احنا خدنا ال 100000، هون اصغر عدد مكون من 5 ارقام، وهيبقى ده في حصه لوحده ان شاء الله. انا دلوقتي كل اللي انا عايزه اركز عليه ازاي اقرا الاعداد الكبيره. يبقى حصتي النهارده هتاخد بس جزئيه ازاي اقرا الاعداد الكبيره. طيب يا مس انت بنيتي الدور الثالث والرابع، تمام. انا عايزه اقرا الرقم ده يا اولاد. تمام، بنفس الخطوات عندي حاجتين. اول حاجة اقسم العدد، ابني البيت بتاعي دور دور، ببني من ناحية اليمين. اول دور بتاعي فيه كم اوضة؟ 3 اوض اهم. تاني دور عيلة الالوف 3 اوض اهم. تالت دور 3 اوض عيلة المليون. رابع دور عيلة المليار. قسمت العدد بتاعي، قسمت من اليمين هقرأ من الشمال، قسمت من اليمين هقرأ من الشمال، واقرأ كل دور لوحده باسم عيلته، كل دور لوحده باسم عيلته. احنا اتفقنا الدور الرابع عيلة مين ساكنة فيه؟ عيلة المليار. الدور الثالث عيلة مين؟ عيلة المليون. الدور الثاني عيلة الألف، الوحدات ما بقولهاش خلاص. يبقى هقرأ كل دور من ناحية الشمال، أقسم من اليمين واقرأ من الشمال، أقسم من اليمين واقرأ من الشمال. هبدأ بقى أقرأ من الشمال، أقول إيه؟ 716 عيلة مين؟ مليار. يبقى لازم أقول كلمة مليار. 716 مليار. و 504 عيلة مين؟ الدور الثالث مليون. يبقى 504 مليون. و 323 عيلة مين؟ 1000. يبقى 323 1000. و 654. طيب عايز اقرأ العدد ده، نفس الوضع بقسم العدد. اول حاجة ان انا بقسم العدد، اقسم العدد من ناحية ايه؟ من ناحية اليمين. لازم ابني الدور الاول الاول، بعدين التاني، بعدين التالت، بعدين الرابع. اول دور يا مس انت قلتي لي كام اوضة؟ احفظ شكل البيت، 3 اوض. يبقى هاخد دول لوحدهم، بعدين 3 اوض اهو الدور التاني عيلة الالوف، بعدين الدور التالت، بعدين الدور ده لسه ما كملش يا مس. مش مشكلة، مش مشكله، الفلوس تعجز معايا ما كملش الدور الرابع، ابقى ابنيه بعدين. انا بنيت اوضتين بعدين ابقى ابني المئات المليارات، مفيش مشاكل عندي. يبقى انا اهم حاجه ان كل الادوار اللي قبله تكون كامله كده، البيت بتاعي ما يقعش. انما ما ينفعش ابني الرابع بدون ما يكون الثالث خلص. يبقى انا اكمل دور دور الاخير عندي مش كامل، مفيش عندي مشكله، ابقى اكمله بعدين خلاص. يبقى كانه زي بالظبط ما ببني بيت يا اولاد. ما ينفعش ابني بيت بدون ما الادوار الاولانيه خلصت. انا ببني الدور الاول لازم اخلصه، بعدين الثاني، بعدين الثالث، بعدين الرابع خلاص. يبقى انا ما عنديش مشكله لو الاخير مش كامل، مش هياثر على البيت بتاعي، مش هيقع. انما المشكله لما يكون الرابع كامل، وده مش كامل، عشان كده لازم اقسم من ناحيه اليمين. طيب قسمت من اليمين الشمال يزعل؟ لا، ما انا هقسم من اليمين واقرا من الشمال، هقسم من اليمين واقرا من الشمال. اقرا ايه يا مس؟ اقرا كل دور لوحده، كل دور كانه لوحده باسم عيلته. دي اسمها ايه؟ 12 عيله مين؟ المليار. يبقى اقول له 12 مليار. دي اسمها ايه؟ 764 عيله مين؟ المليون. يبقى 764 مليون. دول بقى عيله فاضيين كده، راحوا يصيفوا، فانا سايبه لهم الاوض بتاعتهم فاضيه اهي، عشان لما يجوا يقعدوا ايه فيها، لما يجوا يقعدوا فيها، تمام. وهكذا برضو عندي الأوضة فاضية، مامتهم راحت مشوار هنا. فلما اجي اقرأ يا ولاد عود نفسك اللي فاضي ده ما تكلمش عنه. ما ينفعش اتكلم عن حد وهو مش موجود، ما ينفعش اتكلم عن حد وهو مش موجود. فاقرأ عادي تاني، 12 مليار و 764 مليون. عندي حد في عيلة الألوف خلاص مالكش دعوة بيها، اقرأ دي. يبقى دي ايه؟ و 12 معنديش الوف يا مس، يبقى مش هتكلم عليهم وهم مش موجودين، مش هكتبهم. اللي مش موجود عندي ما انطقوش. تاني قسمت الدور الاولاني 3 اوض، الدور التاني 3 اوض، الدور التالت 3 اوض، الدور الرابع لسه ما كملتوش في اوضتين مفيش مشاكل. قسمت من اليمين اقراي من الشمال، 12 مليار و 764 مليون فاضي ما تتكلمش عنه، و 12 تمام.
واحدة تانية. أقسم من اليمين وأقرأ من الشمال، أقسم من اليمين وأقرأ من الشمال، بقسم. ها الدور الأولاني فيه كام أوضة؟ 3 أوض. الدور الثاني 3 أوض. الدور الثالث 3 أوض. الرابع ما بنيتش فيه الأوضة واحدة، مش مشكلة أكملهم بعدين. قسمت من اليمين الشمال يزعل؟ لأ، ما أنا هقسم من اليمين وأقرأ من الشمال، أبدأ أقرأ كل دور لوحده. دي اسمها إيه؟ 7 عيلة مين؟ الدور الرابع عيلة مين؟ مليار. أقول له 7 مليار، و 2 في الأحد تبقى 2، و 2 مليون، و 101,523. يبقى الخطوة دي ازاي اقرأ الاعداد الكبيرة. بيجي السؤال عليها ازاي؟ يقولك اكتب التعبير اللفظي، يعني اكتب التعبير اللفظي اللي هو اكتب باللغة العربية. يجي يقولي كده مثلا، اول حاجة اعمل ايه؟ هقسم العدد، هقسم العدد على حسب البيت بتاعي. الدور الاولاني العيلة بتاعته فيها كام اوضة؟ 3 اوض اهو.